الأسبوعين الأولين تم انطلاق العملية في 57 صيدلية. يتم تلقيح في كل صيدلية ما بين 10 إلى 30 مواطن في إطار هذه الجرعة الأولى، والرابيل الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع. يعني على الأقل يعني في ظرف أسبوع تم تلقيح ما بين 10,000 إلى 30,000 مواطن. وأعطيت رقم تاع الصيادلة في ظرف أسبوع لقحوا أكثر من 200، وكاين أخرين أكثر من 300 مواطن.